السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزي. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي أحسن ظروف بإذن الله. وكنعتذر يعني على هذه الغيبة القصيرة، يعني بسبب أن كانت عندي مناسبة عائلية. الله يدوم الأفراح على الجميع. ضمن يعني الشهيوة ديال عيد الأضحى المبارك، غادي نحضر لكم اليوم المخ مشرمل، يعني كيجي شهيوة رائعة ولذيذة. وأيضا هنا التقلية، التقلية هذا فيديو يعني كان عندي فقط عاودت المونتاج. وايضا غادي نتقاسم معكم فرحتي بالتوصل بالدرع الفضي، هو نجاح قناتنا كاملين، والفضل الاول والاخير من بعد الله سبحانه وتعالى يرجع لكم اكيد في نجاح هاد القناه وفي دعمكم وسندكم لها. كيف قلت، هو ديال اليوم هي مخيخات ديال الغنمي. هكذا عندي جوج مخيخات، انا كنحماق على المخ رغم ان تريغليسيريد ممنوع اكله. لهذا المخ غادي نحتاجوا هنا تقريبا واحد 3 حبات ديال الطماطم اللي قطعتهم بهذا الشكل. وبالنسبه للتوابل غادي نحتاجو معلقه صغيره مملوءه ديال البابريكا، راس المعلقه ديال الفلفل الاسود، نص معلقه ديال سكنجبير، نص معلقه ديال الخرقوم بلدي، ونص معلقه ديال الكمون، 3 فصوص ديال الثوم، معلقه كبيره ديال ربع مقطع ملح، زيت زيتون للطهي. وانا اكتفيت بجوج حبات ديال البيض، ممكن تعملوا يعني حتى اكثر، اللي يعني كيبغي البيض ممكن يعمل حتى 4 حبات ديال البيض. اول شيء غادي نبداو به هو الغسل ديال المخ. يعني المخ ضروري ما كنغسلوه بماء يكون بارد او مثلج، يعني باش ديك القشره الرقيقه اللي كتكون فيه، هذيك الجلده الرقيقه اللي كتكون فيه كتسهل علينا ان نحيدوها مع دوك العريقات ديال الدم. يعني ضروري تنقى بهذه الطريقه، يعني كنتبعوه غير بالخاطر، يعني حتى كنحيدو منه شفتو هاد الطبقه الرقيقه اللي كتكون مع دوك العريقات ديال الدم، هكذا باليد او بالسكين. والماء البارد او المثلج يعني كيساعد انه كيفرز هذيك الطبقه، لان كيف كتعرفوا المخ حساس يعني في التنقيه ديالو. هذا كنبقاو معاه بالخاطر، يعني حتى كنفينيو بهذا الشكل وكنتخلصوا من دوك العروق وهذا ديال الدم. والغسله الثانيه كنغسلو بشويه ديال الخل، يعني باش كتحيد منه هذيك الزفره، وايضا واحد شويه ديال الماء. صافي، وهالمخ ديالنا واجد. هنا في طاجين كيف ممكن يعني طيبوه حتى في مقيله عادي. في طاجين غادي نوضع تقريبا جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. كيف كتعرفوا المخ كله دهون، يعني نسبه الدهون فيه كثيره، رغم انه كيف قلت كيجي لذيذ ورائع، الا ان اصحاب الكوليسترول والتريغليسيريد يعني ما يكثروش منه. على داك الزيت وضعت 3 الحبات ديال الطماطم اللي قطعتها مكعبات، و3 الفصوص ديال الثوم محكوكين او مبشورين بهذا الشكل. وغادي نوضعهم على النار حتى يتشحروا لنا واحد شويه، عاد غادي نضيف لهم التوابل. وهذه كتبقى شهيوه من شهيوات ديال عيد الاضحى، يعني كيجي ولداد هاد المخ مشرمل سواء بالطماطم، كيف ممكن اللي ما عندوش يعني ما كيبغيهمش بمطيشه، نفس الطريقه فقط يحذف الطماطم. والطاجين ديالنا باش ما تحرقش ضروري يعني ديك الحديده هكذا من التحت ملي كنكونوا كنطيبوه. بعد ما زلت لنا ديك مطيشه مع ديك الزويت او الثومه، غادي نضيفوا ليها التوابل كامله، ومعلقه كبيره ديال الربيع مقطع، والملح يعني القياس ديال الملح، ودائما الملح كيبقى حسب الذوق. صافي، وغادي نحركوا هاد الصلصه ديالنا، يعني نسينوا عليها ريتما تنسجم هاد العناصر وتزيد تنزل لنا الطماطم، عاد نضيفوا لها المخ لان ما تحتاجش وقت كثير في الطهي، يعني تقريبا 10 ديال الدقائق كيكون طايب. والوصفه او الوجبه على كل 20 دقيقه راها كتكون واجده. كنحاولوا نكسروا هذيك القطع ديال الطماطم يعني باش كتذوب لينا، باش كنحصلوا على صلصه كثيفه. وهذه هي الصلصه ديالنا تقريبا وجدات. صافي، غادي نضيفوا لها في هذه الاثناء غادي نضيفوا دوك القطع ديال المخ بعد ما كنكونوا قطعناه قطع صغيره. صافي، ونخليو القطع واحد تقريبا واحد جوج دقائق، ونبداو نقلبوهم باش يطيبوا لنا من الجهه الثانيه بهذا الشكل، يعني كنقلبوهم بلطف وباش كياخذوا حقهم من ديك الاقامه من دوك التوابل. صافي، ونغطيو عليهم الطاجين تقريبا واحد 4 ديال الدقائق. وفي هذا الاثناء يعني كنبداو نضيفوا الحبات ديال البيض. هنا اكتفيت بجوج حبات ديال البيض، كيف ممكن يعني تعملوا حتى 4 الحبات، يعني البيض كيبقى حسب الرغبه ديالكم. كنوزعوا البيض ديالنا بهذا الشكل، وغادي نعاود نغطي عليهم الطاجين ونخليهم تقريبا واحد 4 5 ديال الدقائق، الوقت اللي غادي يطيب لنا البيض. صافي، راه الطاجين ديالنا واجد.
وهذه هي شهيوتنا ديال هذا النهار، يعني المخ مشرمل بمطيشه والبيض، كيجي شهيوة غزالة. النهار ديال ثاني ديال العيد كتجي شهيوة معتبرة ولذيذة رائعة. واللي ما عندوش يعني اللي ما كيبغيهمش بمطيشه ممكن نفس الطريقة بدون يعني بطماطم، كتجي أيضا كتجي غزالة. وهكذا يعني كنبداو ننزلو كل واحد ياخد القطعة ديالو. والطبق الثاني هو الطبق ديال التقليه اللي كيكون عندي انا النهار الاول، ضروري التقليه النهار الاول ديال نهار العيد، غنخليكم تكتشفوا. بالنسبه للتقليه هنا عندنا الكرشه، ايضا الريه، وهذا اللي كيكونوا مغسولين، وحتى قطع من اللحم الراس تقريبا واحد 2 كيلو ونص هنا عندي. التوابل غادي نحتاجوا لهم معلقه كبيره ديال البابريكا، معلقه صغيره ديال الكمون، القياس ديال الملح، معلقه صغيره ديال سكنجبير، معلقه صغيره ديال الكركم، والراس معلقه ديال الفلفل الاسود، وممكن تضيفوا حتى معلقه صغيره ديال القزبر يابس، كتجي ايضا في التقليه كتجي بها غزاله. وعندي واحد الحبه ديال البصل، بصله صغيره مقطعه، واحد 6 فصوص ديال الثوم، والربيع مقطع، معلقه كبيره ديال الربيع مقطع، ومعلقه كبيره ايضا ديال مركز الطماطم. على ديك التقليه وضعت البصله والتوابل والربيع والثومه، وضعتها ايضا كتشحر حتى تشحرت لنا مزيان، وضفت لي هذيك المعلقه ديال مركز الطماطم مع كاس ديال الماء، وتقريبا واحد نصف كاس ديال زيت الزيتون، وغادي نقفلوا عليها الطنجره طيب على المهل. وكل تقليه يعني على حسب، واش كاينه اللي دغيا كطيب وكاينه اللي كتقبل الطياب. تقريبا ساعه ونص والنار تكون مهيله، يعني باش كتجي طايبه وملبيه، وهذا هذا هو الشكل ديالها. كتذوقوا يعني كتقادوا الذوق، ممكن تضيفوا لها قطع ديال الحامض والزيتون، انا فقط اكتفيت بالحامض. وهذا هو الطبق ديال التقليه ديالنا، وانا راه فايت لي نزله طبق يعني التقليه بطريقه الغسل ديالها، وهذا في الفيديوهات ديالي السابقه. وبما انني يعني ما غندركش انا هذا الطبق يكون عندي ضروري للغدا ديال العيد، باش الاخوات ياخذوا فكره، حاولت يعني ننزلو لكم دابا تاخذوا فكره على طريقه التحضير ديالو. فهاد الاثناء غادي نفتح انا وياكم يعني الباكي اللي جاني فيه الدرع الفضي، انا كنت مسافره ولادي هما اللي استلموه، وكتجي معاه رساله تقدير وتكريم وتحفيز، ايضا فيها تحفيز ايضا على الاستمراريه للقناه. يعني صراحه فرحت ملي جيت ولقيته في البيت، وقلت غادي نفتحوا امامكم ونتقاسم معكم هذه الفرحه. وهذا من بعد الله، يعني بفضل تشجيعاتكم ودعمكم وسندكم لهذه القناه، يعني دائما كنقولها ونعاودها، يعني شحال ما شكرتكم ما غنوفيكمش حقكم. صرنا عائله، ولو ما كان يعني ما كنتعرفوش بشكل مباشر، الى ان تواصلكم معي بتعليقاتكم وبهذا، يعني كان حتى شي وحده اذا ما قريتش التعليق ديالها، وهذا كنقول عن الله بها، ياك ما مريضه ياك ما عندها شي حاجه، يعني صرت كنحفظ الاسماء ديالكم يعني حفظ. وكنشكركم من هاد المنبر، يعني كنشكركم كاملين على رقي اخلاقكم، على حسن اخلاقكم، وعلى تشجيعكم ودعمكم. بفضلكم يعني احنا وصلنا لهاد المستوى، ونتمنى ان شاء الله اننا نوصلوا لمستوى افضل باذن الله. اهم شيء عندي ان المحتوى يكون جيد، وان الافاده يعني تكون عامه، وتكونوا كتستافدوا من هاد الوصفات اللي كنحاول نبسطها قدر الامكان، يعني ونحاول ان الشرح يكون واضح ومفهوم لدى الجميع. وربحي الوحيد هو أنني اكتسبت رفقة طيبة وأخوات ومحبة لله، يعني تحبونني في الله وأحبكم في الله. نتمنى يعني الله يدوم علينا هذه الرفقة الطيبة، ونتمنى دائما أنني نكون عند حسن ظنكم بي دائما. بالنسبة لهذه الوصفات، يعني وصفات فايت اللي درتها ديال كتصلح لهذ أيضا لهذ المناسبة ديال عيد الأضحى. العام حمراء يعني كتجي غزالة سهلة التحضير، وكتجي شهوة منها. اللحم دغمر يعني مزين بالمشماش أو بالأناناس والبرقوق، غادي تلقاو هذه الوصفات كاملة، غادي نخلي لها لكم في صندوق الوصف، وأيضا في آخر الروابط ديالها غادي نخليها أيضا في آخر الفيديو. تقلية المخ مشرمل، يعني هذه الوصفة اللي تقاسمت معكم اليوم، وانتظروني إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله، وشكرا على المتابعة.